السلام عليكم ورحمه الله آه نواصل الحديث عن عمليات الفصل وفي هذه آه المحاضرات حنتكلم آه مقارنه حنعمل مقارنه ما بين عمليه الفصل ومرادفتها من الجانب الاخر اللي هي المقابل وهو عمليه الميكسينج آه تعرف عمليه الميكسينج على انها spontaneous process. هي عمليه تلقائيه تلقائيه آه و... وخلاف عمليه السباريشن. آه بالنظر الى عمليه الميكسنج بنجد بانه دائما تصاحب عمليه الخلط زياده في الانتروبي، والانتروبي لطلاب الهندسه الكيميائيه هو عباره عن مقياس لمدى عشوائيه النظام. آه كل ما زادت الانتروبي كل ما كان هذا دلاله على انه النظام آه في حاله فوضى وفي حاله ارتياح. بمعنى في الثيرموداينامكس تميل كل الانظمه الى الزياده في العشوائيه فعمليه الميكسينج تؤدي الى هذه الزياده مما يجعلها عمليه تلقائيه ومما يحفز العمليه وبالتالي يقلل من الطاقه المستخدمه في عمليه الميكسينج خلاف عملية الميكسينج تماما عملية السيباريشن فنجد بأنها عملية ليست تلقائية تحدث بفرض طاقة وبتكاليف اقتصادية أكثر من تلك التي تتطلبها عملية الميكسينج اه لذلك نجد بأن النظم لا تميل إلى عمليات الفصل وإنما تميل إلى عمليات الميكسينج اه مما يدل على أن عملية الفصل لا يلجأ لها إلا إن كان هناك شرط ولا بد من حدوثها اذا كما نجد بانه عمليه الفصل ذات آه تكاليف اقتصاديه عاليه مقارنه بعمليات الميكسينج آه هذه المقارنه مهمه جدا ولمزيد من الشرح حول هذا هذه النقطه تحديدا آه آه ننصح طلابنا باللجوء الى المرجع الاول سيدار آه ان هنلي separation من اجل التوسع في هذه المساله